أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه مصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نهار عشرين لكن اليوم نحب نتحدث على حدث موعده غدا ونظرا لكون احنا نتكلموا في الليل ماذا بيا لو كان نسبق باش غدوه نعرفوا شنو اللي قدامنا غدوه نهار مبروك نهار سعيد نهار عز نهار مجد غدوه نهار فتح مكه يوم 21 رمضان من عام ثمانية دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه المكرمه بعد ان اطرد منها هو وصحبه وبقاو في المدينه المنوره ثمانيه سنوات كامله مكه اكل تولد فيها البلاد العزيزة عليه اللي تربى فيها اللي شاف فيها ايام شبابه اللي خدم فيها تاجر واللي تزوج فيها بخديجة واللي جات اولاده فيها واللي راه فيها نور الهداية واللي تولى فيها نبي تتخلى عليه وتبعده عليها وتضيق عليه الخناق وتعتدي على حريته الذاتية وتصب له نسخ على راسه وهو يصلي ويتعدى واحد من المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والقدرة قدامه الطيب فياخذ فرث معناها فرد حيوان ويصبه له في القطره متاعه وهو يتهيا باش يفطر تعدوا عليه سخروا منه شجوا له وجهه حاصروه منعوه من الصلاه منعوه من العباده ثم وقت اللي خرج غادر للضيق اللي اصبح فيه ولشعوره بان الدعوه تحتاج الى نفس جديد داروا صادروا هالو على خلاف عادتهم العرب كان اللي يغيب يحملوا رزقه هو داروا صادروا هالو بنته جت خارجه من مكه هجموا عليها وطيحوها من جمل ماتت باثار ذلك الاعتداء بنته ماتت بالاعتداء اللي اعتدوا عليه اصحاب الذين غادروا مكه بعده متسللين وقت اللي فاقوا بهم المشركين عاملين لهم ديوانه في مخرج البلاد اللي خارج يفتشوه قلوا تدخل بقدك الثروة اللي كونتها خليها هنا. خرج هو واصحابه وعاشوا في الغربة، صحيح وأنه لقاه في المدينة المنورة أنصار ولقى أحبة ولقى إخوة ولقى إيمان ولقى أهل إيمان وحب المدينة لكن بقى قلبه في مكة المكرمة بلاده. ومكة المكرمة تعرفوا أن قيمتها أنها هي مفتاح التجارة في الجزيرة. وهي مفتاح القوة في الجزيرة. وأن الذي يمسك مكة في الحقيقة يمسك الجزيرة كاملة. ولذلك عندما رجع فاتحا لمكه المكرمه حب يفك روحه ودعوته مك الشغب الدايم اللي كان تشكله الشرك واهله من مكه لانه حتى كي مشى للمدينه المنوره ما فكوش عليه غزوه بدر باش يسترجع امواله ما خلوه يسترجع امواله غزوه احد ردوا الفعل عليه من بعد حبوا يحاصروه وهجموا عليه في, ما في المدينه المنوره وعملوا له غزوه الاحزاب جماعة من داخل وجماعة من برا وجابوا مشركين متعددين من غير قريش وهاجموه وحاصروه ايش عشرين يوم وهو محاصر أصبح الإسلام مهدد في وجوده حتى وهو بعيد يا سيدي هاو بعد عليكم اقعدوا دوما مشركين وخليهم مكة عندكم وأنا خليني نعيش طولي ما خلاوش فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع دابر هذا الشغب بالرجوع إلى مكة المكرمة وتطهيرها وكان يوم الدخول إلى مكة والرسول صلى الله عليه وسلم لابس عدته الحربية ومعاه أصحابه لابسين عدتهم والمشركين حاسين بالخطر حتى أن أبو سفيان قلت اللي ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال اشترها الأول واشترى الثاني قال في في الشيء منه نفس في, في النفس منه شيء وكيف اللي يتوقف فيه بعده سيدنا النبي العباس وقال له وقفوا في مدخل مكة حتى يشوفوا الجنود اللي داخلة وشاف كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كتيبة كلها لابسة حديد وشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل بقوة سعد بن عبادة لسيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقت اللي دخل مكة وتعدى قدام أبو سفيان قال اليوم يوم الملحمة اليوم تهتك فيه الحرمة قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبعثوا القيس ولده جيبوه جابوا قيس ولد سعد بن عبادة وفك سيد النبي صلى الله عليه وسلم الراية من, من سعد بن عبادة وأعطاها الولد قيس وقال اليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ الحرمة وتخلي سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس بشروه بالعداوة قاتلوه اعتدوا عليه وعلى أقرب الناس ليه هند مرت أبي سفيان ما شقتش كرش سيد النبي صلى الله عليه وسلم كرش سيدنا حمزة عم سيد النبي وحبت تاكل من الكبدة بتاعه ولاكتها في فمها هؤلاء جميعا قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم وفي الاخير لهم اذهبوا أنتم الطلقاء وقال أبو سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن واستقر الأمن والاطمئنان ومحيت الضغائن وأحس الناس بأن الإسلام هو دين رحمة غدوة يا أخواني الكرام نحتفل بهذا الحدث العظيم وندرك بان الاسلام يسع اعداءه كما يسع, يسع اصدقاءه وان الاسلام قادر علي التجميع رب يصلح قلوبنا جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته